توقيت احسن شوي. الذي لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع، وليس لصنعه صنع صانع، هو للدرجات رافع وللدعوات سامع وللظالمين قانع. سبحانه جل في علاه من توكل عليه كفاه، ومن آمن به هداه، ومن طلب منه أعطاه، ومن استعان به أعانه، لا معقب لحكمه ولا راد لقضاه. هو أول، هو آخر، هو ظاهر، هو باطن، ليس العيون تراه. حجبته أسرار الجلالة، ما كان يعبد من إله غيره، والكل تحت القهر وهو الله. إلهي وسيدي ومولاي، بك تقرب المتقربون في الخلوات، ولجلال قدسك سبحت الحيتان في البحار الزاخرات. يا ربي أنت الذي سجد لك سواد الليل، وأنت الذي سجد لك ضوء النهار، وأنت الذي سجد لك الفلك الدوار، وأنت الذي سجد لك النجم النوار. كل ذلك يا رب لأجل أنك أنت الله الواحد القهار. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ونتابع الاستماع مع حضراتكم إلى القرآن الكريم، مشاركة للأسرة الكريمة، وتكريما للوالد الراحل الكريم فقيد عائلات قديم بفاقوس، ومشاركة لجميع أجاله الكرام الكابتن حسن قنديل والأستاذ محمود قنديل وشقيق السيد المستشار سامح قنديل والمهندس حاتم قنديل والقبطان سعيد قنديل، وصهر كل من الأستاذ جابر عبد الفتاح السنجهاوي والسيد المحاسب صلاح عبد الفتاح السنجهاوي، مشاركة لهم في تكريمهم للوالد الراحل الكريم. الحق أسأل أن يجعل هذا القرآن نورا يتقاطر عليه في قبره، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأحباب، هيا بنا لنعود إلى القرآن الكريم مع الأداء الحسن والصوت الحسن واليقين الحسن، القارئ الدكتور محمود علي حسن، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، يتفضل مشكورا. عسى أن ينزل علينا عبير السماء في هذه الليلة. بعد المسر براحتك. بفتح عليك يا سيد، نسمع فانطلق فانطلق.
كل ربع فنص وخمس. Mm-hmm.
قال لفتاه آتنا غداءنا لقد رأينا من سفرنا الله أكبر الله اشرح صدرك افتح عليك يا رب. وإذ قال موسى فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر فلما جاوزا قال لفتاه الله أكبر عظيم يا سيدنا الله يفتح عليك فلما جاء الله أكبر
فارتد على آثارهما قصصا
قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الله يفتح عليك يا دكتور. الله الله. قال له قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. ونعم التلاوة. الله يفتح عليك. الله الله. قال ستجدني إن شاء الله صابرا. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد
لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك فانطلق
النكر قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. طيب تحليل صلى الله عليه وسلم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وإن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني وأما الغلام
لغلامين يتيمين في المدينة
عطرة من سورة الكهف سعدنا بها من القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق مشاركة لعائلات قديم بفاقوس. أحبتنا الكرام دقائق ونلقاكم عقب صلاة العشاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.